منذ فجر اليوم لا حديث للناس إلا عن حادثي طابة ونويبع. الروايات متعددة والتصريحات متضاربة، مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت، المحللون السياسيون كل يدلي بدلوه. ماذا حدث بالضبط؟ قيل في البداية إن في صاروخ انطلق باتجاه مدينة طابة المصرية، وطابة قريبة من حدود مع الكيان الإسرائيلي، وده حصل في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، وإن الحادث ده وقع بالقرب من منشأة تابعة لأحد المنشآت الطبية، وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين مصريين تم نقلهم للعلاج فورا وخرج منهم 4 على الفور. هنا تعددت الروايات. في البداية نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر سيادي قوله إن على مصر أو أن مصر تحتفظ بحق الرد وكل الخيارات مطروحة، في حين أوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال إنه جيش على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدود إسرائيل كما يقول على البحر الأحمر مع مصر. وقال المتحدث لقد رصدنا في الساعات القليلة الماضية تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر وأرسلنا طائرات هليكوبتر للتعامل مع التهديد ويجري التحقيق في الأمر. وقال إن الضربة اللي وقعت في مصر كانت نتيجة لهذا التهديد، وختم كلامه بالقول إنه البلاد اللي هو إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإقليمية في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر. ده كلامه اللي قاله. على كل حال، هناك العديد من السيناريوهات التي تكشف حقيقة ما جرى في طابة وبعدها كمان في نويبع. صحيح أن المتحدث العسكري المصري كشف المزيد من المعلومات وأعلن اللي حصل مش طائرة مش صاروخ، أعلن عن سقوط مسيرة مجهولة الهوية. حصل أنه ده حصلت المسيرة دي وقع جنب أحد المباني السكنية التابعة لمستشفى طابة، وإن الحادث قيد التحقيق. ده اللي قاله المتحدث العسكري المصري، مش صاروخ لكن يعني جسم غريب هو أشبه بالمسيرة أو الطائرة. هناك معلومات هامة وصلت أيضا خلال الساعات القليلة الماضية بتقول إن المتحدث الإسرائيلي العسكري الإسرائيلي عندما أعلن إن الجيش الإسرائيلي رصد تهديدات قادمة من البحر الأحمر وأرسل طائرات هليكوبتر للتعامل معها كان بيشير إلى أن هناك مسيرات قادمة من مكان ما بالبحر الأحمر، ربما وفق بعض المصادر الإسرائيلية يكون من جهة الحوثيين في اليمن، إنها كانت قادمة لضرب ميناء إيلات الإسرائيلي، وميناء إيلات هو منطقة قريبة من طابة ونويبع. لذلك وفقا للمعلومات فإن أجهزة الإنذار الإسرائيلية رصدت هذه الطائرات المسيرة وتم ضربها وإسقاطها فسقطت في الأراضي المصرية. هذه الرواية مطروحة وبعض المحللين العسكريين يقولون أن هناك معلومات بهذا الشكل، خاصة وبيستندوا لكده أن الحسين سبق وأن استخدموا هذا النوع من الطائرات قبل ذلك ضد منشآت هامة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه الحوثيين شأنهم شأن القوى اللي لها علاقة بإيران أيضا بدأت تحتك بالقوات الأمريكية في الفترة الماضية. هذا كلام طبعا معروف أنه من الصعب اكتشاف هذا النوع من الطائرات. المصادر الإسرائيلية حاولت في البداية إلصاق الاتهام بحركة المقاومة الإسلامية حماس، إلا أن هذه الادعاءات غير صحيحة تماما ولم تطلق أي صواريخ من قبل كتاب القسام ولا حاجة بالشكل، وهم اعترفوا بده. فأصبح الأمر محصور بين أن يكون الحادث إما طائرات مسيرة زي ما بيقولوا آتية من الجنوب من عند الحوثيين،
أو من الجانب الإسرائيلي عند اعتراضه لمسيرات قادمة من هذه المنطقة زي ما بتقول بعض المعلومات. لكن في كل الأحوال إلى أن تنتهي نتائج التحقيق هناك تحذيرات مصرية قوية وشديدة. القاهرة وعدت بالرد على أي طرف متورط في أي هجمات تنال الأمن المصري، وأن مثل هذه الأمور لن تمر بدون حساب. إذن يبقى علينا الانتظار، انتظار التحقيقات التي تجري الآن بجدية وعبر جهات متعددة، خصوصا أن هذا الحادث هو الثالث الذي تتعرض له الأراضي المصرية. هناك حادثين سابقين، أحدهما كشف عنه السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللي قال إن الحادث الأولاني ده أدى إلى إصابة 4 أفراد، وده كان على المعبر. والتاني جاء نتيجة قذيفة من دبابة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه حادث وقع بالخطأ وأدى إلى إصابة 9 أفراد من المصريين. وقامت في الوقت ده إسرائيل بالاعتذار عنه، لكن القاهرة وجهت احتجاجا شديد اللهجة للحكومة الإسرائيلية في نفس الوقت، وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تكررت هذه الأحداث.